باتجاه مدن مدمره ومنازل ملغمه واحياء هدمت بناها التحتيه بآله حرب كانت سياسه الارض المحروقه عنوانا لها تعيد حكومه الكاظمي قسرا مئات الالاف من النازحين الى مناطقهم. ومع ان الاوضاع ماساويه داخل المخيمات الا ان كثيرا من النازحين يصرون على التمسك بالبقاء في خيامهم المهترئه بدلا من مواجهه مصير مجهول محفوف بالمخاطر مع غياب الدعم الحكومي ومع الاستهداف الممنهج. انا احس هذا بيتي لان ما عندي ملجأ ما عندي بيت ما عندي راتب ما عندي حدا يعيشنا فهذا اصبح هو ملاذي المخيم لأن مرة اطلع راح ادمر وتبادل وتعرفون الدنيا شته كل شيء ما عندي وانا ساح بطريقة عباتي بس لم تحمي صرخات هذه السيدة كغيرها من النازحين من سياسة التهجير الجديدة بعد إعلان حكومة الكاظمي التزامها بعودة نحو مليون ونصف مليون نازح إلى مناطقهم وإغلاق مخيماتهم كافة نهاية العام الحالي أي قبيل إجراء انتخابات مقررة في شهر حزيران المقبل في عمل غير مسؤول لإنهاء ملف مثقل بالفساد والانتهاكات الحقوقية. ومع جمله الاتهامات التي وجهتها منظمات دوليه بشان خطوره هذا الملف الا ان الحكومه مصره على مواصله اغلاق المخيمات وعده نصرا المجلس النرويجي للاجئين اتهم حكومه الكاظمي باجبار النازحين على العوده القسريه من دون توفير ادنى مستلزمات الحياه في مدنهم المدمره والمحاطه بحقل من المخاطر ابرزها انتشار الميليشيات والمخلفات الحربيه القابله للانفجار ومشكلات عشائريه مخاوف تتطابق مع قلق منظمه العفو الدوليه التي اكدت ان الاف النازحين العراقيين المشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش اصبحوا اليوم عرضه لمزيد من المخاطر مع منع حكومي متعمد لالاف من النازحين من الحصول على الوثائق الرسميه التي تعد ضروريه للتوظيف والتعليم ولتلقي الخدمات وحريه التنقل اما من هجر من المخيمات فقد كان التشرد مصيرا لكثير منهم بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الذي اكد ان الافا من الاطفال اليتامى والارامل باتوا مشردين في العراء في مناطق جنوبي الموصل بعد طردهم قسرا من المخيمات وبعدما منعهم المختارون والحشد العشائري من دخول المدن وبعد التهجير الحكومي القسري يتساءل النازحون عن مصيرهم المقبل ولا اجابه تحمد تكهناتهم تلوح في الافق